السلام عليكم. ان شاء الله اليوم راح نكمل البارت الثاني لليكشر 1. اخذنا سيلفر جلاند بتفاصيلها. ان شاء الله اليوم راح ناخذ الاسوفيات المريه. احنا بدنا نلاحظوا، نبدي من البدايه، بدينا من الماوث اورال كافيتي، نزلنا لي جوا، بدينا بالاسوفيكس. زين، الاسوفيكس عنده 3 فانكشنال زون، يعني راح يقسمها على اساس الفانكشنال مو اناتومي. الاناتومي عنده تقسيمه والفانكشنال عنده تقسيمه. اول وحده يسموها الابر زون، ميدل زون، لور زون. الأبر زون شنو؟ المنطقة الأولى اللي هي تقريبا 6 إلى 8 سي إم لونج، يعني طوله ما تستر 8. closely related to pharyngeal musculature and consists of striated muscle، يعني striated muscle يعني skeletal muscle اللي هي معناها voluntary. وين هذا الجزء؟ هو تحفظوا لي إن هو 6 سنتيم 6 إلى 8. وين موجود العلاقة؟ وين؟ بالفارنجيال ماسكوليتشر. نحن نعرف مثلا أنا عندي هذا الأورال كافيتي، أوكي، ينزل هيجي، عندي هذا كله فارنجز هنا، عندي مثلا هسه هاي تراكي، هنا هاي تراكي، وعندي هنا المريء، مو صح؟ فهاي هنا كل هذا فارنجز، هذا كل هذا هسه أسوي هيجي فارنجز، هذا الفراغ فارنجز. فهو هذا أول بارت، أول بارت له علاقة بالفارنجز. بس ان شاء الله تكون واضحه، يعني هاي وجه الشخص، هذا مثل وجه الشخص، هاي الاورال كافيتي مالته، من اكل من هنا وين صار عندي هنا هذا الفراغ فارنكس بي ماسل مال فارنكس. زين، وهنا عندي الاستوفيكاس المريض، وهنا فوق قبلهم منه التراكيا. فهذا قد طوله، كان طوله تقريبا حوالي 6 إلى 8 سنتيم. زين، يعني هسه هذا البلعوم، طلاب خاف تعرفون شنو بالعربي. زين، وين قلنا ريليتد للمصل مال فارنكس، يعني احنا مو قلنا مصل فارنكس هنا ورا، فالورا يعني الورا اللي خلف يكون فراغ هذا الفارنكس بمصل مال فارنكس. قلنا اللي بعد شنو متكون من سترايتد مصل، المصل مال سترايتد. فأهم شي تعرفوا لي طوله، تعرفوا لي نوع المصل البي بهذا البارت، جزء شنو نوع المصل مال الاسوفاجس، وتعرفوني شنو علاقته اناتوميكلي حواليه شنو. هاي 3 نقاط حفظها. الميدل زون تقريبا 12 الى 14 سنتيم، متكون من سموث مصل اند سكيليتال مصل، خبط يعني نوعين، يعني سموث وسكيليتال، يعني سترايتد وسموث. اللور 3 الى 4 سنتيم، بي بس سموث مصل، ولا علاقه باللور اسوفيجال سبينكتر، يعني الصمام الاسوفيجال اللي ورا، يعني الصمام مال المريض عنده صمامين. زين، الأبر ثيرد أوف إسوفاجس أول جزء هتعرفون طلاب هيحفظوه، إنه تقريبا هسه عرفوها معلومة إنه طوله تقريبا كلها تداجموهن تلقوا بين يتراوح بين 21 إلى 26 سنتيم، تقريبا إحنا نقول 25 سنتيم، أوكي، كطول الإسوفاجس كله. أبر ثيرد أوف إسوفاجس كنترول باي ذا ميدولا أوبلينجاتا، هسه إحنا درستكم إياها بالكورس الأول، قلنا إحنا أكو جزء بالبراين هسه إن شاء الله تاخذوه اسمه براين ستيم، متكون من 3 أماكن. مثل 3 أشياء، متكون من مدلة وبون، أوكي، وميد براين. يعني مدلة أوبلنجاتا قلنا إحنا شنو هو هذا؟ قلنا بيهم السنتر، سنتر مال أورجنز، يعني تطلع منه نيرفات إلى علاقة يعني تنظم عمل الأورجنز. فالسنتر اللي يتحكم بالإسوفاجس يطلع من المدلة أوبلنجاتا، أوكي. إذا إن شاء الله تاخذوها بالتفاصيل هاي بعد بالنيورو، بس إنتوا عرفوا هاي كشي بسيط، يعني انه السنتر اللي يسيطر على السوفجاس موجود بالميدولا بلنكاتا اللي يسيطر على الابر ثيرد، اول ثيرد، اوكي. زين، لور تو ثيرد، جزئين اللور نصين، انرفيتد باي فيجاس اند سمباثيتك اند انتريك نيرفس سيستم، اوكي، حفظوها. يعني الابر يختلف الكنترول مالته عن اللور تو ثيرد. زين، راح ناخذ هسه الفانكشن مال السوفجاس. اول شيء يعني كل بارت احنا عندنا راح ناخذ ان شاء الله بالجايتي كله لازم عنده وظيفه معينه، شو مثلا احنا درسنا السلايفا وعرفنا وظائفها، كل بارت لازم نعرف وظيفته. السوفيكس اول وظيفه له سكريشن اوف ميوكس. زين، سكريشن يفرز لي ماده اول ما يجي الاكل، ميوكس، حتى بريفنت اكسكوريشن ان ابر اسوفيكس اند بروتكت لور اسوفيكس فروم اسيد، يعني يفرز ماده مخاطيه ساعدني تحمي الاسوفيكس، اوكي، تحمي من انه يصير بي يعني اكسكوريشن، اوكي، انه يتجلخ يتخدش، وساعدني تحمي ايضا من الاسيد. زين،
ثاني شغلة أكيد هالشي بسيط معروف إنه هو ترانسبورت الفود للستومك، يعني هي ممر حتى يمر بيه الأكل من الأورال كافيتي ويروح للستومك. زين، ثالث شغلة ما عنده دايجستيف إنزيم وما له علاقة بالأبزوربشن. يعني هسه تعرفتوا احنا مثلا السليفر جلاند الاورال كافيتي لها علاقه بالدايجستيف، كانت واحده من وظائفه لها علاقه يشارك بالدايجستشن بالذات بالكربوهيدرات والليبيد. سوف قص شفتوا ما له علاقه لا بالابزوربشن لا بالدايجستشن، اوكي ما له علاقه، انما هو مجرد ممر يفوت به الاكل للستومك. زين، the passage of food from the laryngeal pharynx to the esophagus is regulated at entrance to the esophagus by sphincter. Circular band or ring of muscular muscle that is normally contracted يسموه upper esophageal sphincter or valve. يعني أنا مو عندي هنا الإسوفجاس عنده اثنين صمامات، واحد بالبداية وواحد جي جوي يسموه physiological sphincter. سنعرف شنو physiological، يعني إنه هو مو sphincter حقيقي إنما هو مجرد، يعني هو شون من درستوها بالinferior vena cava وsuperior vena cava، يعني هاي contraction هو راح يغلق. فالأول واحد لا sphincter حقيقي circular muscle حواليه، هاي من يدخل الأكل بعد تمنع إنه الأكل يرجع تنغلق، يعني من أدخل لك ما راح تنفتح، من دخلت بعد راح ينسد حتى ما ترجع لفوق. زين، upper esophageal sphincter راح يدرسكم شوية عليه، يشرح لكم عليه، بعدين نأخذ الميكانيزم مال swelling. زين، upper esophageal sphincter هو متكون، يعني راح يجي يشرح لكم إياه هذا السفنكتر الصمام، متكون من skeletal muscle innervated by somatic motor neuron that originated from medulla oblongata. احنا قلنا اول بارت يسيطر عليها مراكز موجوده innervation or nervات موجوده المركز مالتين من medulla oblongata بالدماغ، يعني هسه تدرسوها ان شاء الله بالنرفس. فهو متكون من سكيتال مسل يتحكم بي somatic motor موجوده وين بالmedulla oblongata تطلع من medulla oblongata. زين، elevation of larynx called the sphincter to relax allowing the bolus to enter the esophageal. اللارنكس تعرفون هو علاقة باللارنكس، يعني قريب من اللارنكس، احنا مو هنا تراكيا وهنا الاسوفكاس. فمن يدخل الاكل هنا فوق التراكيا شنو اللارنكس، اوكي زين، ميزو بين الفارنكس واللارنكس. طلاب اللارنكس هذا يوجد فوق التراكيا ومسؤول عن هو ينطي الصوت بالحبال الصوتية، اوكي هو يفتح ويسد يمنع انه الاكل يدخل التراكيا. سدرسوا تفاصيله. والفارنكس هذا اللي ورا هو الفراغ اللي يصير ورا الاسوفيجاس بمصل، هاي يسمون الفارنكس. فميزوا بين كلمة لارنكس وفارنكس. زين، فنرجع يقولكم من يصير عندي ريلاكسيشن إليفيشن عفوا أوف لارنكس يسبب لي يخلي مني ارتفع، يخلي هذا الصمام يعني لارنكس، بس بعدين تعرفون إن شاء الله هو لارنكس تركيبة من يصير بي إليفيشن من يرتفع راح يصير عندي ريلاكسيشن بالسفنكتر. من يصير ريلاكسيشن بالسفنكتر راح تسمح لي انه الاكل وين يدخل البلص مال يعني فوت تدخل بالاسوفيجاس، واللارنكس لازم يسوي هالحركه يرتفع حتى يمنع انه البلص مال الاكل تدخل بالتراكيا، يعني يغلق يحاول التراكيا. ايش راح يسوي من هو ارتفع؟ راح يصير عندي ريلاكسيشن وين بالسفنكتر هذا اللي هنا الموجود بالاسوفيجاس بدايه الاسوفيجاس، فراح ينفتح واللارنكس يرتفع حتى يغطي التراكيا، بعدين يجي يطلع الفوت ينزل لجوا. Sphincter also relaxes during exhalation. Just inferior to the level of diaphragm, the esophagus narrows slightly. يعني إحنا شوية طب هو بالدايفرام، إحنا نعرف اللي يفصل بين الشيست واللي يفصل بين الأبدومين هو الدايفرام، فتقريبا الاسوفيجاس جزء منه بسيط يطب داخل الدايفرام، أوكي؟ يدخل جزء باو هذا البسيط داخل جوا الدايفرام. شوية يصير بين راونج. زين، فشي سبب لي؟ سبب لي physiological sphincter، يعني الدور راح يكون عندي physiological sphincter. زين، composed of a smooth muscle يسموها lower esophageal sphincter or valve innervated both autonomic and enteric nervous system. احنا قلنا الابر بارت مسؤول عليه somatic والدور autonomic and enteric nervous system. In this case the esophagus would function like a sphincter even through no sphincter muscle is actually present. يعني هنا أنا هذا البارت اللي جوا قلنا يدخل بالدايفرام راح يشتغل كفيزيولوجيكال، هو هاي انه الكونتراكشن مال المسل هي راح تسبب لي انه ينغلق السفنكتر بعد ما يخلي الاكل يرجع، يعني مو هو السفنكتر واقعي حقيقي مثل الابر انما هو فيزيولوجيكال، هاي حفظوها.
انه لور ما عندي سبلكتر. وهم ايضا عرفوا لي انه اوبر بارت يتحكم بي السوماتيك نيرف، واللور تو ثيرد الاوتونوميك اند انترك. هاي ميكانيزم اوف سوالونج، يعني راح نعرف شلون يصير البلع. عندها ثلاث مراحل: نيزو فارنجيال كلوز، لارنجيال ماسل كونتراكت، والبرستالسيس. يعني اول وحده تبدي بالنيزو فارنكس ينغلق، والبريثينج از انهبيتد. هاي وحده اول شيء. ثاني خطوه ايش راح يصير؟ لارنجيال ماسل واللارنكس كونتراكت حتى تغلق الجلوتس اند انفيت ذا لارنكس، يعني تغلق الجلوتس حتى الاكل ما يطب بالتراكيا. بعدين شي صار عندي؟ تبدي دخل البلص مال الاكل الاسوفاجس. من دخل البلص مال الاكل الاسوفاجس راح يصير عندي برستالسيس، يعني حركه برستالسيس، اوكي كونتراكشن يعني. حتى شو تسوي؟ حتى تدفع الاكل توورد الاسوفاجس، تبدي كونتراكشن للمصل حتى تدفع الاكل باتجاه الاستومك. فاول وحده انه غلق النيزوفارينكس، بعدين لارنجيال المصل يصير بها كونتراكشن وترتفع حتى تغلق الكلوتس تمنع الاكل انه يدخل التراكيا، بعدين تبدي حركة الكونتراكشن مال المصل حتى تدفع الاكل. زين، هسه خليني اشوفكم فيديو هذاكم. فطلاب باعوا هذا الفيديو، شو راح يوضح لكم انه واحد من ياكل شو راح يصير العملية السوالونج، شو راح يصير البلع. يعني هاي هنا تلاحظون شلون دخلت البلص مال فود، هذا عندي التانك، هذا البارينكس، هاي لسان المزمار جوا التانك هو مسؤول هسه يغلق التريكي. هاي هنا تريكي، تلاحظوا هاي جوا كاتبكم تريكي، فش راح يصير لسان المزمار يصير فوق حتى يغلق. هنا تلاحظون جعطاكم صورة صغيرة، هاي جلوتس انسدت، سدت التريكي، الجلوتس صايرة فوق التريكي، سدتها ولسان المزمار بعد ايضا حط فوقها مثل قباق حبة اتبار. والفود شوفوا شلون طب دخل، اوكي respiration and inhibition، upper esophageal pharyngeal sphincter يبدي يفتح ودخلت، يبدي البرستالسيس. شوفوا شلون هاي البرستالسيس حركة الهاي شلون هيجي صايرة في حركة مثل حركة الدودة باعتبار مال contraction مال مصل حتى تدفع، تدفع هالبلص مال فود وتنزلها للستومك. فهاي عملية السوالونج، حفظوها بالترتيب. هاي esophageal sphincter اللي جوا، لاحظوا هذا انغلاق، وهذا اللي جوا بالاستوفيكاس تضيق، مجرد هو مو سفنكتر حقيقي، انما مجرد تضيق بسيط صاير بال يساعد بالدايفرام ايضا. زين، فعرفنا هاي، تحفظوا هالستبات مال الستب مال وين صرنا، هاي الستب مال السوالونج تحفظوها انه النيزو فارينكس يكون ينغلق، يعني البريذنج از انهبيتد، بيترك التنفس، والارينجال مصل كونتراكتد حتى يسوي لي كلوز، قلنا لي الجلوتس اند الفيد الارينكس، بعدين تبدي البرستالسيس. هسه ميكانيزم اوف اسوفيجال موتوليتي، شلون راح يصير هاي برستالسيس اكتيفيتي؟ انه الابر اسوفيجال سفنكتر ريلاكس حتى يسمح الفود يدخل، بعدين ابر اسوفيجال سفنكتر ورا ما دخل الاكل يصير الكونتراكت حتى يمنع انه الاكل يرجع. كيف اول ما هاي فتح دخله وبعدين غلق حتى ما يرجع لي للحال، يعني ما يرجع للاورال كافيتي. برايمري برستالتيك كونتراكشن كرييتس ان اريا اوف انكريز بريشر جاست بيهايند ذا فود بلس، اوكي يعني خلف البلس راح يصير كونتراكشن يزيد الضغط داخلها. تبدي برستالتيك كونتراكشن تحركها داون ذا اسوفاجس والفود ينزل يجي جوا. زين، بعدين برستالتيك ان كونتراكشن تبدي، و سكندري برستالتيك كونتراكشن كلير ذا اسوفاجس اوف اني فود ريمينينج، يعني بعد دخلت الاكل بعدين ترجع برستالتيك حركه ثانيه وراهم حتى تنظف، خاف اكو فد بقى شويه فود ما صار ما اندفع. زين، من دخل كله يبدي اللور اسوفاجس سفنكتر يصير بريلاكسيشن والفود يدخل اللي جوا. اورال ريجن ستومك ريلاكس تبدي وتدخل الفود بالستومك، يعني هاي الحركه بس تحفظوا تعرفوها يعني شلون تصير. زين، هنا دي يقولكم البرستالسيس produced by series of localized reflex in response to distension wall or pipe bolus، يعني كل ما يصير distension pipe bolus تبدي البرستالسيك activity. يعني تلاحظون شلون، يعني هنا سوى لها distension تبدي، ومن هاي تبدي يصير عندي هنا contraction تدفعها. هنا هسه شو تسوي؟ ايضا راح يصير بها بسبب هاي distension راح يصير بها contraction وترجع تدفعها لجوا، وهكذا. هاي اسمها البرستالسيك مثل حركة دودية يعني،
ويف لايك مسكولر كونتراكشن مثل حركة الموجات يعني هيك أمواج. سيركولر سموث مسل كونتراكت بيهايند ريلاكس إن ذا فرونت أوف ذا بلس، يعني من اللي قدام يصير بها ريلاكسيشن وخلفها يصير بها كونتراكشن، خلف البلس مالك كونتراكشن واللي قدام يصير بها ريلاكسيشن، وهكذا هي أمواج تدفع واحدة للآخر. من صار لنا كونتراكشن بالخلف ريلاكسيشن بالأمام، هاي أول كونتراكشن، وأيضا عندي كونتراكشن ثاني يصير لونجيتيودنال بهاي الطريقة يعني في طولي. زين هاي واحدة خلصناها. هنا دا يقولكم أول بداية هسه قلنا شلون راح يصير الحركة هاي الويف، هاي ويف لايك ماسكولار كونتراكشن، وتصير عندي سيركولار سموث مسل كونتراكتد بيهايند ريلاكسيشن إن ذا فرونت أوف ذا بلس، بعدين فولود باي لونجيتودنال كونتراكشن شورتنينج بالسموث مسل بيلو ذا بلس أند بوشينج إنت وول أوتورد، تبدي تدفعها لجوا. يعني هسه صار عندي حركتين بالكونتراكشن، سيركولار سموث مسل راح يصير بيها يعني عندي احنا سيركولار ولونجيتودنال، هسه راح تاخذوها إن شاء الله بعدين بالهستولوجي، إنه هو من درسوه هستولوجي السولكس يقول عنده سيركولار لونجيتودنال مسل. فالسيركولار سموث مسل راح يصير بيها كونتراكشن بيهايند ريلاكسيشن ان ذا فرونت اوف ذا بلس، يعني سيركولار محيطه بالسولكس على مدار السولكس. وايضا عندي مسل هي لونجيتودنال هم يصير بيها كونتراكشن، بس من يصير بيها كونتراكشن معناها شورتنينج راح يصير اوكي بالسموث مسل. زين فتدفعها ايضا للبلس رايت 2 الى 4 سنتيم بير سكند افتر فود باس انتو ذا ستومك لور اسفجال سفينكتر كونستراكتد. اوكي من تدخل الاستومك يقفل الدور السفجال سفينكتر حتى يمنع انه الاكل يرجع للاسفجاس. زين عندنا هنا كلينيكال كورليشن مال الاسفجال، من خلص لازم نعرف الامراض المتعلقه بالاورجان درسنا. اول شيء يسموه الجاستريك ريفلكس هارت بيرن يسموه، هو ديكريز تون اوف ذا لور اسفجال سفينكتر جاستريك كونتر ريفلكس انتو ذا اسفجاس اور سكندري بيرستالسيس دوز نوت كومبليتلي كلير ذا اسفجال ذا اسفجاس اوف فود. يعني gastric reflex انه انا عندي، مو احنا قلنا اللور اسفجال سفنكتر لازم مني يدخل الاكل ينغلق حتى بعد ما يرجع من الاستومك، والاستومك يتنسون بيها يعني مواد حامضيه وما يصير ترجع للاسفجاس، بس مرات اكو ناس عندهم ضعف بهذا السفنكتر ما ينسد زين، فشي صار عندهم يرجع الاكل للاسفجاس فيقوم يحس اكو حرقه عنده اوكي يسموه الهارت بيرن، اكو حرقه عنده بالمريض بسبب هذا الريفلكس اوكي، او ممكن مو سببها انه السفنكتر بيخلل هذا، ممكن secondary peristalsis does not completely clear the esophageal food. احنا ممكن اول بداية يصير عندي اول حركة primary يعني peristalsis راح تدفع الاكل وتدخل الاستومك، بعدين تجي تدفعها peristalsis activity ثانية حتى تنظف لي الاسوفجاس، حاب اكو فود زايد ما اندفع بالمرة الاولى، مرات اكو خلل بهاي الثانية يعني اكو خلل بهاي secondary peristalsis activity اللي تفيدني حتى تدفع الباقي ما تصير، فيبقى اكل داخل الاسوفجاس فيسبب لي هذا الحرق يعني حرقة يحس بها المريض. زين فهي شغلتين يسموها الجاستريك ريفلكس لها سببين اوكي تحفظوها، اما التون عندي بيه خلل مال الاسوفجاس او عندي السكندري بيرستالسيس اكتيفيتي بيها خلل. شيء اسمه اكليزيا، اكليزيا هي شنو؟ هاي الاكليزيا هي اكليجيا او اكليزيا هي لور اسوفجال سفنكتر دوز نوت ريلاكس دورينج سوالونج، هاي عكسها عكس الهارت بيرن عكس الجاستريك ريفلكس، هاي هنا اللور اسوفجال سفنكتر ما ينفتح، فالفود اكيوميليت ان ذا اسوفجاس هسه اشوفكم اياها، يعني الفود يتجمع داخل الاسوفجاس. زين بعد مدى ينفتح البوابه يعني مال المعدل مدى تنفتح اوكي دوار السفجر ينفتح يبقى يصير بيه حتى دايليتيشن الاسوفجاس. patient with achalasia have defect in esophageal enteric nervous system، بالانتريك يعني خلل عندهم بال، احنا مو قلنا دوار الاسوفجاس هو مسؤول عن الاوتونوميك والانتريك nervous system، يكون خلل بيها فتخليه ما ينفتح، فهو هذا سبب الانرفيشن يعني. Esophageal monometry show disrupt esophageal peristalsis and sustain high pressure at the lower esophageal sphincter because of sphincter filter relax probably. يعني شلون يفحصوا هذا؟ شلون يعرفون ليش عند هذا المرض؟ يشخصوه عن طريق يسووا له esophageal monometry، فراح يشوفني اكو فت خلل بالبرستالسيس، يعني فتوى جهاز يدخلوه ويشوفون راح يشوفون اكو خلل بالبرستالسيس اكتيفيتي مالته، مدى سرعة البرستالسيس اكتيفيتي، واضافة البرشر بمنطقة اللور تكون كلش عالي، ليش؟ لأن مغلق كلش مغلق ما دا ينفتح، محكم الإغلاق صاير بإغلاق كلش قوي، فأنت أشوف البرشر مالته عالي أوكي، فاللور الإسوفجال سفنكتر يكون كلش هاي برشر عنده سستين هاي برشر ما ينفتح، ما دا يصير ريلاكسيشن.
Upper esophageal function is normal in patient with achalasia because of its control by enteric nervous, not by العفو by extrinsic nerve, not by enteric. Okay, نحن قلنا الأبر ما له علاقة، الأبر له علاقة somatic innervation. بس إحنا قلنا بس number two third الها من أول ما حكينا قلنا تغذيهم الأوتونوميك والإنتريك. كيف أخذوها بالكم؟ هاي في الأور ما يتأثر، يتأثر بس الأور. هشوفكم أيضا صورة. هاي طلاب تلاحظون هاي الأكليزية. هاي هنا يصير عندي تضيق مين يفتح أبد وهن. فهنا حتى دشون دا يصير بدايليشن فيبقى هنا يجمع لكن ما يدخل. لذلك أنا قلت لكم من الأخير أبغى أشوف هنا ماكو برستالسيس أكتيفيتي، ماكو حركة. دخلت للمونومتري، شخص المونومتري. وايضا من ادخل هذا المونومتر الجهاز يقيس يقول هنا أنا كلش هاي بريشر بيكوز انه ما يصير ريلاكسيشن ليش عندي خلل بالانتريك نرفس سيستم. وايضا تعرفوني ايضا انه هو ما له علاقه بالابر، الابر لان ما يعني ما يزود الانتريك. اوكي هاي غلطتين تعرفوها. طلاب خلصت المحاضره الاولى، اي سؤال عندكم اني حاضره ان شاء الله.